مورنينج جود مورنينج اتلانتا. نهار واحد اقل من 24 ساعه وصلنا عشيه بدنا نمنا تايم ديفرنس تقريبا 3 ساعات، يعني واحد بيقوم مطشطش وهلا الساعه 10 ونص معنا من هلا للساعه 8 بالليل. شو بينعمل باتلانتا؟ شويه باركس، شويه اكل، واهم شيء الورلد اوف كوكاكولا. اتلانتا وان داي بيبلش هلا. تذكروا باستراليا ركض واحد من اول طريق لثاني طريق وثالث طريق وركض ركض 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 وتفركش واجا بالبدله وكان اسمه ماز وبعده اسمه ماز. That's the guy. ما بعرف شو جابه على اتلانتا، ما بعرف كيف جابه لهون. I don't know. هيدا هو بملبون. شفناه اكلنا كرواسون بملبون وجايين مشوار هون على امريكا وطلعنا بعد يا زلمه. وجاي بلا كرواسون؟ مش معقول. That's my cousin Joyce. Oh my god, oh my god. ولك شو هالصدفة؟ مش معقول، مش معقول. اشتقت لك دخيل الله لحشيخ تحتي وحياة العدا وحياة الله. هيدا بريدليز بديترويت. اوكي خليني امضي اسمي هون على الحيط وعملت لهم كوميدي وعملت لهم حركات ولعبت لهم الدربكي. ايوه وخليت لهم اتسي بيتسي سبايدر مثل ما عملنا على البنش. خوتو 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 قالوا لي مين انت مين انت مين انت؟ قلت لهم لايك هون. ايوه ايوه شفت كيف؟ وين ما نروح اللبنانيين زينين الدنيا. خلصت خوتو خواتين قالوا لك ابصر من هو هذا خوتو خواتين. وراجع بعد ثلاث اربع ايام مثل ما قلت لك خيي هيز هيدلايننج ذير ماهر متى هيز هيدلايننج ات ريدليز ان ديترويت جو سي هيم سو فاني 25 26 27 ماي ورح يعطوني بكره رح يعبي المحل رح يعبي المحل خواتين. بدي بيع خبز مرقوق برا. شو بخلي بس اهل ديربون بدي امسح لهم الدنيا كلها بدي بيع خبز مرقوق ومنقيش حط ستاند فلافل على الباب كله 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 يقبرني الله ولا اكبر. ولا كيف هيك التقينا بملبون مره ومرتين وهلا باتلانتا ورتوبي هون عرقان عرق مبين مثل الديودر. اشتقت لك. عن جد شيء مش سو جينوين سو كول سو فن. معقولة؟ يلا ان شاء الله تصير ذا كوميديان اوف ذا ستيتس. ليش لا؟ ولا عن جد هي انت ها؟ عن جد طب ساندويتش دجاج توم اكسترا؟ كله توم كله توم كله توم وبصل بندورة ومايونيز وبيكن وخس وهيدي البيكل هون بحبوا هالبيكل بالامان. داير بالك للجوسي كريسبي مدري شو هلق على المرة بسدني 600 سنة عمرها صار لها هونيك تاكي جوسي كريمي مدري شو مهلبية عطلته بالآخر قالت له روح منها ركبت على ظهري. No garlic, no onion. He's coming here to do a show on Coca-Cola because he loves Coca-Cola. You should tell Coca-Cola you have very important men here. Anthony Lajayo, no garlic, no onions. Look him up. ولا همه وحياة الله طلع فيي كأنه من الحمار ولا غمشت عيونه ولا شيء. اتخذنا بالحديث وما قلت لكم ليش أنا هون. جيت من لبنان على أتلانتا كرمال كوك. من الآخر قطعت بأتلانتا كرمال كوك. I'm a very big fan. انتو بتعرفوا my big collection of 450 bottles أكثر من 450 اللي عندي إياهم. أنا وياه عم نحكي جاي لهون من زمان ما كنت صور يوتيوب probably 7-8 سنين من زمان وقلت بدي ارجع بدي ارجع يا ريت ولادي معي يا ريت بس رح صورها كلها سوا الكم رح تحضروها لتشوفوا هالبراند العريقه بالعالم كوكا كولا شو هي. It's much more than a drink. هلا انا غير انه بحب كثير وبشربها كل يوم. It's iconic brand. Very excited فرجيكم the world of كوكا كولا.
California in here, guys? Lebanon, what? This guy with the fancy camera and stuff, folks. Lebanon is in the house, folks, and... We want to welcome everybody here to the world of Coca-Cola, guys. We always have people from all different cultures, all types of different places, but we're all here under the banner of Coca-Cola today. Again, guys, how are we all doing this morning? All right. Thank you.
هلا صار وقت التيستينج. And you name it, they have it. رح بلش مش بكوك، رح بلش بأساي بلوبيري بومغرانيت. Feels good, nice name. حلو، refreshing, not sweet. هون نحن بستيشن 3. اف شو في ستيشنز 3 4 2 1. باين ابل فانتا and it's awesome. Wow, very good. Lime and watermelon sparkling water. Not bad. Fanta sour plum flavor. Ah, it's good. Very nicely refreshing. Inca Cola from Peru. دوا صعلي. رويال واتاميلون. شو غريبة. بونبون انجلي. سويت. هلا شو بدي ذوق تذوق حسين معي سكري. كل هول بتعرفوا كوكا كولا عند اكثر من 500 براند. سو هول كلهم اسامي اكيد مش سامعين فيهم، ما كنتوا بتعرفوا كوكا كولا. من هون بننتقل على دريل كوك والميت فليفر الموجوده. تاخذوا الكبايه من هون وبتبلشوا تدوقوا. شغله 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 براندز قد ما بدكم قولوا فيه. رح ننتقل للكوك والماشين المشهوره كثير اللي بتشوفوها عند فايف جايز يلي بتكبسوا عليها اللي بدكم اياه. And this is where it starts. هون الكوك وكل انواع الكوك اللي بدكم اياه هون، اللي بتعرفون واللي ما بتعرفون بهول مكانات. وين بدنا نبلش؟ فيتامين ووتر لكوك، فانتا، سبرايت، مينت ميد، يو نيم ات ذي هاف ات. اند كوك خدوا لكم فليفرز. كوك زيرو لايم. لونهم بيتغير شوي، انتبهتوا؟ هيديك شوي خضرة، هيدي شوي زهر. كمين طيب. Best of the best. كوك زيرو، no flavoring. هيدي ماي كازن جويس قالت لي ما بينت مع الفيديو مع انتوني وكانت مسحيه كثير، قلت لها لا بتبيني مع انتوني. هي بينتي لكم اجملها. هاي جويس هيكل هون باستراليا بامريكا، بيوتيفول باتلانتا ولبنان هير. شفت كيف؟ إذا بتحبوا البراند it's worth it. It's worth it. الموفي، الاكسبيرينس، الديتيلز، 120 130 سنة ما بعرف اللي صاروا. اشتريت كتير اشياء للمكتب للكولكشن تبعي، شوية اشياء للولاد. And it's worth it. هلا كلفتنا كتير غالي بين التيكت والاوتيل وكل التفاصيل، بس it's worth it عن جد. CNN and then هلا رح نروح على كوكا كولا and then هلا رح نروح على CNN. حط هول الغراض لأنه تقال وبعد ما أكلت شي. واو بدي الساعة. Oh my god. صار لازم نتغدى.
didn't know, ما كنت عارف انه ال CNN tour is permanently closed. ما بعرف ليش. So CNN is a hard luck. انا جاي قبل لهون بس ما كان معي كاميرا بوقتها, ما صورت يوتيوب. بتذكر الدرج الكتير طويل. And the tour of the studios unfortunately won't happen today. Change of plans. بدنا نتغدى وين؟ رح نتغدى عند شيك فيلي. اكيد كلكم سامعين فيه, كلكم تعرفوه, كلكم بتحبوه. Originated من هون in the south. الناس كلها بتحكي عنه. هيدي الجوسي تشيكن الساندويتش يلي مكسره الدنيا. صار وقت ان ندوقه بسفره امريكا on our 12th day. عم ناكل شيك فيلي. كيف عندنا بلبنان المنقوشي معروفه, هيدي منقوشه الساوث. مزبوط جويس, هيدي منقوشه الساوث هي شيك فيلي. انا بالنسبه لي مش كونسور للأكل, بس هذا أطيب فاست فود في تشيك فيلي. واللي بيقول لك لا بيعرف شو نعمل تمه. كتير طيبة. وهلأ مندوقة وأنتوني بدون يعطينا الرأي تبعه عن منقوشة الساوث, منقوشة أمريكا هيدي الساوث في تشيك فيلي ساندويتش. بصح تاني Let's do it. أول مرة راح ندوق سوا لأول مرة. منيحة مش منيحة ما بعرف. First impression, عندي خبزة كتير طرية and fresh, مش مخزق من وين مكان. ساندويتش ما فيه صوص. قديش بده يكون سوبر جوسي تيكون طيب بلا صوص. هلا شايف الدجاج سميك كتير, الباتر مبين أنه رقيق لأنه مبين by transparency. مش عم ناكل باتر على الحل مثل غير محلات كرنش كرنش, لا هون عم ناكل دجاج. فيكم تطلبوا كل انواع الصوصات معهم and you name it they have it. اسم الله عليهم. لازم يسموه the sauce place. اوكي هلا بنجي نحط لها يمكن شويه مايونيز and so on and we bite. top top ماني عايز ابلع. top flavor عظيم. البيكل the sweet enjoyable pickle بتبع البيج ماك. The chicken is so juicy. بلا ما يكب مي لبرا. الخبز بتعقد بتلزق بسنين. Very brioche, سكر, حليب and so on. والزبدة وكل عدة بحطوها جواتها. And it doesn't even need a sauce. هلا we'll take the experience to the next level. وبتحطوا لها مايونيز all across. هيك رح أعمل من تحت ومن فوق. But it is an amazing chicken. Bravo. Wow, yummy. Super yummy. Chick-fil-A, fast food. And it's worth it. Big time. مايونيز من تحت, مايونيز من فوق. خبصتها يا أنتوني. شو بصير؟ بنجرب. It's 10 times better. A load of mayo. A load of amazing mayo. تحت وفوق. What a burger. Wow. زيت ما فيه, منه شربان زيت. Again, الباتر مثل كل الكريسبي تشيكن اللي عم تشوفه وين ما كان بالعالم and the big franchises. ترقش 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 كله طحين 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 هون. لا خبزته مش معقول. وحبتين كبيس straight forward. top عن جد top top top. والبطاطا signature. على الوافل هاوس بناكل وافل. هذا مثل الكنافه الساوث. كيف كنافه اكلنا من قشطه الساوث, هلا بناكل كنافه الساوث. مزبوط وافل هاوس. يلا يا تن يلا ندوق. هلا بناكل وافل. طلبنا ثلاث انواع, بيكان وتشوكليت وكلاسيك. وبيعطوك الميبل سيرب. هاي قد قنينة الجلاب كلها سيرب هيك بتحطها. بعدين بيعطوك هيدا زبدي ويت باتر. كيف نحن عنا التوم مع الدجاج, هيدا التوم الساوث. يعني اكلنا منقوشة الساوث وهلأ بناكل كنافة الساوث وهيدا التوم الساوث. يعني نحن بس كتير مبسوط اني هون بأمريكان داينر. ريحة القلي, ريحة الويد, ريحة الزبدة الوسخ على الأرض. and we love it. مش عم ننتقد شي.
المنيو، بس اللي بيلفت النظر انه كل واحدة من اللي طلبناهم فيها 600 كالوري مزبوط، بس ما بيقدر لازم ناكل سويتي سويت سويت ايه، واخر شيء بنصف ملعقة سكر هي مثل الكربونات الواحد بيهضم مزبوط. فاذا ما رجع لعندكم على استراليا بيكون ضعف السكرات على طريق. علي كانسل الاوردر ليش كانسلها يا عيني، بيقول لك لا لا لسه بتلف الكلوتش عمل فيه عمل لا يعني لا لا شو بدك فيه تكلش بلاش بس تعملنا قصه قدام للمره جاي من اخر الدنيا اللي يقتل الزلم لاحقوا من بلد لبلد تاع ماكرو الصوف 3 كيلو زبده وجيبوا على اتلانتا لتعمل زبده ايه صبي بهدلونا الوافل مش معقول ريحه الميبل سيرب او ماي جاد كله طيب وين الوافل شو انا اللي عملته انا جبتك لهون لندوق هسه بتدوق طعم كثير طيبه كثير كثير طيبه فكرت شيء سميك وكذا لا 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 ما هو الرقيق رقيق رقيق دمه خفيف لوكس نايس ايه بعدين بدك تحط هالزبده عليها ما تنسى يلا معك لكن الوافل تجي رقيقه amazing smell طرية not the usual Belgian waffles بيجو سميك crunchy or liege waffles it's an American style waffle هيت نشوف تحضيرها كيف بيكون شايف كيف؟ ايه ايه لازم تعرف شو نحط اثنين بكتين مع انه هي الوحدة للأربعة يا تونت خد لك شي لقمة تمدوخ بس ليك هلا وكل هالزبدة هيك ندهنها دهن oh my goodness شايف كيف؟ كل صحة وبركة كل صحة وبركة وهذا الزبدة كله بضاعف ومنيح للكوليسترول ومنيح للزرع الشعر يلي لا هو لا هو تقرب بعدين بدنا نحط له هذا الشرب عرفت كيف بس مش شوي بدنا نخليه كل هالقدوح هودي الدوح كلها 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 عشان هي سمت لي بدن المرة بدي خلص لهن كلهم الشركة غير مسؤولة عن التصرفات اللي بتجري بقلب الشو فيا اولاد اللي عم تحضروا هذا الشيء dont try this at home dont try this at home dont try this at home لانه بدكم دغري امبولانس من بعد هون رايحين على المستشفى اخر شيء كلود فرجيزو ملبون هون اخر شيء من فرجي المستشفى كله كوليسترول وسكر هلا مندوق يلا مندوق يلا مندوق we're doing it for you we're doing it for them yeah for you yeah. and believe me عن جد it's very nice well waffle house With Southern Hospitality, hello home to America, Southern Hospitality. Wherever you go in the world, nothing hospitality or service with Lahon. I told you, look, welcome, or kaza, or kaza, or kaza. Very, very, very nice people. إلا اليوم. إلا اليوم. هايدي ما عجبش. إلنا إلا بدنا صحوني زيادة لك شو عطتنا. حط ربيش. ربيش هايدي مثل أنا بلاستيك. حد بيطلع بلاستيك. يعني هاي. بيكان. يعني ما خص ابدا 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 بالوافل نحن بنعرفها بمنطقتنا او بلادنا عجين طيب كل تم زبده انه عجين لحيوة على لساني من تم مزيت من جوا كله زبده وقطر so much butter اوف بس هاي طيبه طيبه كثير هيدي ماما حسيت شيء هاي سوبر سوبر معجنة وحتى تشي من تحت في الميبل اللي عطيها طعمه good نوع البلعشة ما خلصها نوع البلعشة هاي اذا خلصت على جمعة بتاكلش so seriously مشهور ايه ريحة حلوة ايه سيرفس عاطل والوافل مش مطبوخة من جوا يعني عايبين كتير زبدي عمد عين والنظر لفش كري السبب شوي بدي عطولي لفش كري سقبنا طقس حلو شوب رطوبة
الشمس كتير حلوة، ألوان السما حلوة، البنايات أكيد عم تشوفوا قديش حلو التصوير، وما فيكم تعرفوا قدي مبسوط أني عم بقضي وقت مع أصحابي عن جد. حبيب قلبي. ما فيكم تعرفوا مش معقول. If it's meant to be, it's meant to be. يعني مش معقول. يعني it's unbelievable. If you had told me this was gonna happen لما انتقينا فيك ولا ايك هون بأتلانتا of all places. انت وقت قعدنا على البنش قلت بسلم على امي وخيي. سلم على خيي اللي كان صار لك 7 سنين ما شفتهم. مزبوط. جيت شفتهم وجيت معك. جيت شفتهم. Don't. yeah, lost for words. Wow. Amazing day. عن جد. كان اسمه روزاس. اسمه روزاس. صار له 30 سنة. نيويورك ستايل بيتزا. بأتلانتا كتير مشهور. ربحان أوردز ومنوع الحد. بس. رح تدق أنت وتخبرنا if it's worth the calories تعنا أكل مورك. لشو أنا وياك مع بعض. شو صرنا أكلين. challenge. إيه شو صرنا أكلين. أنا بدي أكله. رح تأكله إيه البيتزا. كله ما فيه. بلا معنى. بلا معنى. السلام عمل شو سخن عم يطلع لنا شيء كيف بدي اكل هلا كثير طيب انظر الصوص تبعه كثير طيب بس ما بعرف انا اعمل كلمات وهيك اشياء مثلك بس كثير طيب جبنه طيبه very hot juicy crispy كثير طيب وين جبت الكريسبي هلا very good though very 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 enjoyable يعني تخيلوا ليكوا شو حسيت من الصوص طلعوا شو دقت من الصوص حسيت بالغارليك باودر بقوة feels good بيعملون قبل بوقت بحطهم فوق برا في شي 7-8 معمولين and then بيصخلكم شقفة واحدة وبتكلوها by the slice it's a huge slice شكلها حلو طعمتها American style منا تيشي أهم شي كمان ورقة مش تيشي وقفتها حلوة صوص طومات كتير غنية وسميكة في شي تقريبا نص سنتي جبني عليها و this is the one ingredient فبتصيروا تزيدوا second, third, fourth, fifth ingredient كل واحدة بزيد سعرها it's a good one أنا ما خلصت البيتزا على أساس أن أكل روبن ساندويتش ما صرنا بمية محل أكلين كل شيء ما كلنا شيء بعد يي 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 كيف الجراد مثل الجراد من أول أتلانتا لأخرها كل شيء أكلنا آخر شيء وقفنا على أساس أن نأكل ورق قال لي هيئتهم طيبين هون لن تحصل روبنز از ان امريكان ستايل كمان بيقولوا جاي من نيويورك ديليكاتيسن او ديلي ساندويتشز بس مسكر بيفتح عشيه او ما بعرف اي ساعه سو هارد لوك هيك انكفت مشيتنا باتلانتا يلا قمت انت عامل شيء ثاني Underground is closed.
nation be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. And my opponent of children, one day the nation will be able not be served by the poor, by the king, but by the content of that character. مع انه ما في عندي جمهور بس معلش نحكي مع السنجاب. اهلا وسهلا بانتوني وكل اللي موجودين هون اليوم معنا بالبارك. اذا بتحب تفرجي الجمهور اهلا وسهلا بالجميع. بشكركم كلكم عشان جيتوا على البروجرام المهم وان شاء الله تكونوا مبسوطين باذن الله. ميرسي كثير. ما بعتقد اكتشف هو اتلانتا هالقد او تخيل يكتشف اتلانتا هالقد بحياته. نحن صور انبسطنا وشفنا اكثر بكثير من الكوك ميوزيوم وانتم بتعرفوا بهالوقت بثلاث ارباع الحلقه بعد الظهر تحت الشمسات شو صار بده؟ بوظه اكيد. فعم نفتش بوظه حوالينا ماشي فشخه 700 متر هلا 700 متر صار ماشي تعمل برونزاج لل برونزاج محروق حرق شو عنا؟ عنا دخلك مش دايبة شوي زيادة؟ دايبة شوي زيادة. عنا هوت مكسيكان يلي شوكولات وكايان not bad. شوي كتير كريمي. اوف الحر كيف اجا بالاخر. اوه ماي جاد. يعني لما يقولوا حرة 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 ليك كريمي كتير ملكي كتير دايبة كتير بس ما بيمنع انا مشغولة صح. يعني لو الفريزر عنده شوي اقسى it's good stuff. كيف وصلنا لهون ما بعرف. المهم وصلنا لهون شوب كتير ومش بس شوب عم ناكل حر. مش تتذكرني يوم عشية يعني هيدا خلينا نسميها كارما لانه كنت بدي احكي عنها بالعاطل رح ضل نحكي عنها بالعاطل. وجه ناشف ما قلش ليدي طلعوا كيف مجلخمه نص ربع سكوب ما في سيستم اكيد دافعين حقهم دكي فور ناثينج بس ما بيمنع انه الفليفرز اللي عندهم اياهم عظيمين. الاسامي كتير حلوين. الديري فري شكلهم حلو منهم دايبين and they look nice. هدي تقلك معي من تاني مال
واو اتس جود ريلي ريلي جود فيري جود فليفر. رايبل بس اوف شو وجه ناشف اوف فيري فيري جود ايس كريم فيري فيري جود اسمه جانيز. اوكي هيدي الديري فري and then lavender. Ooh. Ooh. Salted caramel. Wow, الملح اللي بقلبه intense flavors, very natural. Good job. وصفه حدا بيضحك. Ice cream is happiness. This is how it is. كتير حلو المحل فتنا دغري بوزة 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 بس ما خبرتكم food هول really حلو. The merchant مزبوط؟ merchant لا. That's the Croc City Market. Croc City Market. Croc Street Market. Beautiful. طيب نحنا لازم نرجع عمل check out من الأوتيل and see what else to do بأتلانتا. دم 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 بعد في ساعتين. Yeah let's go. بلكم thank you على النهار الرائع. بالتعقد ويلا شو ما نلتقى بلبنان؟ انت ولا مرة جاي لبنان بعد no. يعني لبناني اكتر منه ما فيه ومش زاير لبنان مزبوط يلا قريبا جولاي؟ منشوف منشوف بس لا انا وعدتك من زمان شي منقوشة زعتر بالضايعة صاج مقرمش مع لبنة وخضرة بلدية جبلية لبنانية سمكة على البحر طالعة من هالميات كيس عرق غير شكل مع صحن حمص مع قوارمة دخيل الله يعني لو عندي لو عندي بنت بجوزي إياها دغري على هالكلمات وين بدك شو أكلنا ملح هار تشيك فيل اي وافل هاوس آيس كريم تشيكن بيتزا عم تضحك وي ايت ايفريثينج Everything mash fi. Yani if your car khuds too much, if the car khudding too much, I'm gonna khud all over the floor. Khud means. مسلوت ولا لا تحك انت قاعد قدام تحك. So you guys are like food reviewers? Yes. Yeah, we're food reviewers and whatever they don't eat, they give it to me. Yalla mes, yalla mes. We buy an ice cream. He eats one mal'a and then the rest for me. One mal'a, the rest for me. وحيات الله كل تمي مدبق تدبيق يا لوك. If I go outside now, it's all gonna be flies. Yaluk! No, Yaluk means like Luke, like extra energy for Luke. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Tak and tak. Had li abdem marrim. Shayfni hon air Allah with the carbonate. You have carbonate, Luke? Carbonate. هاي ما تحطها على اليوتيوب I have had carbonate before yeah كربونات كربونات مش كربونارا كربونارا اخ انا اخ كربونات بايو كارب سودا بايو كارب سودا بايو كارب what is a bio carb بالكلب بايو كارب it's when you eat too much you have bio carbonate My grandmother used to have it. Ooh, get that shit. Oh, so you're about to like your pants. But the highest that way you understood. إيه دخيل الله وشديد كتير سيت بيلت عندك قوي كتير. You got a little tummy pressure. كتير قوي سيت بيلت. Look, very strong seat belt. Very strong. ولا متلفين مرتديلا. You know المرتديلا they have it in the string. Like yeah, look like. اخ زنار نار صار كان يبريث فيش اتنفس مني مليان كولا من الاسيد قد ما شربنا كولا هونيك We'll be right back.
على اساس خلصنا بس انا وصلت على المطار واستحليت كم شغله بعد ما اكلتهم. في جوع فيني اخبركم وماني متكل اني اكل على الطياره لانه البرجر بالمجي كان يعني كان نهار كتير حلو. ماز كان فعلا فعلا نهار كتير حلو. بقول له ثانك يو على كل شيء. وات إلس وجويس كمان كانت عظيمه. اتلانتا بتستاهل اكثر مرت الجاي. مور فود هولز مور ديسكفريز بس بعتقد عملنا الاساس. وبالاخر اونتي انز بريتزل شيء بحبه كتير. تبعته العجقه بالمطار. شو هالمطار؟ من وين عم تيجي كل هالناس؟ شو هالطيران؟ اي جود شوي سولتي بيجل بريتزل انه خبز يعني بس انه fluffy and very enjoyable. إن كان salty وإن كان cinnamon. هو بعد أطيب. طيارة 10 نوصل 11 ساعة فرق يعني لازم نوصل 12 بس ساعة فرق. دغري على الأوتيل مننام نلتقى فيكم بكرة. شيكاغو for 2 days.